بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، حلقة مقدمة من مؤسسة النظام الطاقي. فيديو بعنوان كيف تجدد حياتك. في الحلقة دي هتتعلم إزاي تعمل تجديد لحياتك، إزاي تعمل إعادة تشغيل لذاتك لنفسك. إحنا في أيام مفترجة، أيام مباركة، ايام ربنا اختصها بطاقة كبيرة جدا جدا. كل عام وانتم بألف خير. مهما كان الوقت اللي انت بتسمع فيه الفيديو ده، اقول لك انت تستطيع انك انت تجدد حياتك في نفس اللحظة مهما كان الوقت. كنا في رمضان، في العيد، في ايام اخرى، في اي وقت من العام، وقت ما تسمع الحلقة دي انت الان هتتعلم الطريقة اللي ممكن تنفذها اليوم علشان تجدد حياتك. طبعا قبل ما ندخل في الموضوع معاكم، ابو بودي اللي على طول بكون معاكم وده شيء يشرفني، او النيك نيم سواح زي ما هو معروف، اقول مره اخرى مرحب بيكم ونتوكل على الله. عشان تجدد حياتك لازم تعرف انك انت لازم تغسل نفسك من الداخل، لازم تقدم حاجات فتاخد حاجات، ما ينفعش تاخد 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 فقط. انت او انتي اللي بتسمعني الان، مهما كانت ظروفك، مهما كانت مشاكلك، مهما كانت شكل حياتك، مهما كانت الأوضاع اللي بتحوطك، أنت الآن تقدر تغير كل ده، تجدد حياتك بالفعل. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول وأقول لكم إيه هي الطريقة اللي ممكن نجدد بها حياتنا ونغير بيها تفاصيل وأدق أدق تفاصيل حياتنا وننطلق من جديد. هنجدد حياتنا بالعطاء، هنجدد حياتنا بالعفو. دول اخطر نقطتين. طيب انفذهم ازاي عشان ما نتكلمش كلام كتير ويبقى عندنا تمرين او طريقه هنفذها الان فتجدد حياتي زي ما انت بتقول يا سواح او يا بوجودي. اقول لك تعالى، انت النهارده سمعت الفيديو ده، سمعت الحلقه دي، سواء كان بالليل بالنهار او المهم الوقت اللي يلزمني، وقت الصح. اوكي، يعني قبل الفجر مثلا، نقول بساعتين مثلا، اللي هحتاجه منك انك انت هتاخد شاور تتطهر بيه وانت داخل، اصلا تكون انت مجدد نيتك ان انت داخل تتطهر وتغسل كل ما في داخل جسدك. تخرج خلي اللبس اللي انت لابسه يكون جديد خفيف مريح، وبعد كده اجلس في مكان هادي وخلي معاك ورق وقلم، اتكلم مع نفسك شويه. ايه اكتر حاجه ممكن لو قلت انا مخنوق اكتر حاجه بتظهر لك ايه؟ يعني انا بسالك دلوقتي سؤال بقول لك انت مخنوق، فبيظهر او اكبر حاجه خانقاك هي بتظهر اول حاجه، ثم الاقل والاقل والاقل. طيب انا مخنوق، ايه السبب؟ زعلان من مين؟ اول اسم بتكتبه ده اكتر حد زعلان منه، يعني فاهم الفكره؟ مثلا لو انا بقول لك انت زعلان من مين، اول اسم هيجي في عقلك هو اكتر واحد انت زعلان منه، بعد كده اللي انت زعلان منه مش قوي هيجي بعد كده، وهكذا بالترتيب. طيب كل الحاجات دي حاول انك تكتبها. بعد كده صلي باسترخاء تام وهدوء، صلي ركعتين لله. بعد ما تصلي اجلس في مكان هادئ واسترخي بالنفس. طبعا الناس اللي متابعانا على طول عارفه يعني ايه ان انا اعمل استرخاء بالنفس، عن طريق ان انا اخد نفس عميق جدا جدا واكتمه على قد ما اقدر، ثم اطلعه وانا اقول الله. يعني خلينا نعمل تجربه، اكتمه على قد ما اقدر، الله وبخرجه بهدوء. بكرر العمليه دي لحد ما اشعر ان انا استرخيت. انت لو نفذتها دلوقتي بكثره تلاقي جسمك استرخى بشكل كبير كبير كبير. طيب انت بتنفذها، بعد كده بتقول اللهم اني اشهدك اني عفوت. كلمه صعبه، وانك انت تنفذها اصلا حقيقي صعبه، يعني لازم تبقى عارف انك انت لازم تكون قد المسؤوليه دي. لازم تعفو عن الجميع، اللي مزعلك، اللي شتمك، اللي ضربك، اللي اعتدى عليك، اللي ظلمك، اللي اكل حقك، اللي مهما كان، مش هو بشر، مهما كان الفعل، مهما كان الفعل. كنت عايز تجدد حياتك فبقولها لك تاني، مهما كان الفعل قول اللهم اني اشهدك
اني عفوت عنهم، وانت بتكررها اللهم اني اشهدك اني عفوت عنهم، وانت بتكررها يكون في عقلك الاشخاص الناس اللي عماله تيجي في عقلك، اللهم اني اشهدك اني عفوت عنهم، اللهم اني اشهدك اني عفوت عنهم. تكرر 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 تكرر، ده شيء كبير جدا جدا جدا. الشيطان بيهلك في اللحظه دي، هيحاربك، هيجيب لك وساوس، ازاي تعفو عن فلان ده عمل وعمل، ازاي تعفو عن فلان ده اكل حقك، ازاي تعفو عن فلان ده ظلمك، ازاي تعفو عن فلان. اترك كل ده، اعفو، وقصاد ده اطلب من ربنا. قدم شيء قوي عليك، شيء يكون بالنسبه لك شايفه كبير، واطلب من ربنا اللي انت اصلا ممكن تكون تخاف تحلم بيه. اعفو كده واشهد ربنا، شاهد ربنا عليك انك انت عفوت عن كل الناس، وافضل كررها كتير، اللهم اني اشهدك اني عفوت. مش بس بلسانك، وانت بتكررها بلسانك يكون قلبك وعقلك حاضر، وبتتذكر الناس اللي انت شايل منهم عشان تعفو. اعفو يعني خلاص نسيت ليهم كل شيء، اوكي. اعفو يعني كل شيء عملوه اتمسح، وفي نفس اللحظة ربنا تأكد انه بيعفو عنك وبيمحو لك كل شيء. اعفو عن الناس يعفو عنك ربنا وتتجدد حياتك، اغفر للناس يغفر ليك ربنا وتتجدد حياتك، اعطي للناس يعطيك ربنا ويجدد ليك احلامك ويحقق لك احلامك وامنياتك. قرر التمرين كتير، قول اللهم اني اشهدك اني عفوت، وتذكر الناس وافو عنهم. طيب خليك جبار، فعل الاسم جواك انك انت تكون جبار. يعني ايه جبار؟ انك انت تهلك الشيطان اكتر، انك انت تتمكن من نفسك اكتر وتتحكم في نفسك اكتر. شوف اكتر حد كنت انت بتقول عمري ما اكلمه واتصل عليه اقول له كل سنه طيب او اخبارك ايه او السلام عليكم واقفل. خلي الناس اللي حواليك تتجنن، خلي الناس العاديين يتاكدوا انك انت انسان مش عادي. شوف لما بتكون قاعد مع حد ويقول لك انت عارف فلان ده شخص غريب، ده شخص ما شاء الله راجل مش عادي، ده او البنت دي غريبه ما شاء الله بنت مش عاديه، ده كذا وكذا، وتلاقيهم بيضحكوا وبيحبوا شخص معين وبيضحكوا، بيقول لك بينسى الاساءه وبيعمل وبيسوي. تخيل نفسك الناس بتتكلم عليك الان في اللحظه دي، لان اللي هيشهد له الناس طبعا تشهد له ملائكه وتشهد له ربنا. فانت دلوقتي انت تاكد او تتخيل كده انك انت الناس بتحكي عنك في النقطه دي، وتاكد انهم هيحكوها. فاجئ الناس بكل شيء هم ما يقدروش عليه، هيعرفوا انك انت قوي، هيعرفوا انك انت مع الله. انا بقول لك ليه الناس الناس الناس، لان انت ممكن قبل ما تعمل حاجه زي دي اللي يمنعك الناس، فبجيبها لك من نعمه الناس. مش هقول لك دلوقتي ربنا هيكافئك ازاي على شيء زي ده او على فعل زي ده، لا، انا هقول لك انا لما باجي اقول لحد اتصل على فلان كلمه وصالحه، لا 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 يقول عليا ايه والناس تقول عليا ايه، لا او نفسي ولا وكبريائي ومش هقدر. فانا بجيبها لك دلوقتي بقول لك شوف بقى الناس هتقول عليك ايه، عشان انا عارف ان اللي منعك الناس، الناس هتقول عليك ايه، كبريائك فين، ازاي تذل نفسك لده، انت مش عارف انت مين ولا انت بنت مين ولا هي مين ولا انت مين الجو ده كله. انسى كل ده، الورق اللي انت كتبت فيها اكتر ناس مزعلك واكتر حاجه خانقك قطعها واكتبها تاني وقطعها، وكل اللي قلت الموضوع في دماغك اكتبه في ورقه وقطعها بعد ما تخلص. اكتب على قد ما تقدر اللي انت عايزه، اكتب بكل ادق التفاصيل وبعد كده قطعها. مفيش حاجه صدقني مستاهله، انت في ايدك القرار انك انت تبني حياتك، وفي ايدك القرار انك تجددها، وفي ايدك القرار انك تغيرها، وفي ايدك القرار تعمل اي شيء، ولذلك تتحاسب. لو انت مفيش في ايدك حاجه ومفيش في ايدك القرار، ربنا كان هيحاسبك ليه على حياتك؟ فجدد حياتك صدقني، هتحس لما تجدد حياتك بالعفو، لما تعفو عن كل الناس، هتحس لما ربنا عفى عنك ان قلبك اتطهر، جسمك بقى خفيف، امراض كتير هتطير منك. جرب كده، امراض كتير هتطير منك، هتضيع، هتوه، هتلاقي نفسك بدات السعاده والابتسامه ترجع تترسم كده على شفايفك، هتلاقي وشك بقى بشوش، ملامحك ارتاحت. جرب كده، جرب كده، اعفو عن كل الناس، عن كل، اعفو عن زوجتك، عن ابنائك، عن اهلك، عن اصدقائك، عن معارفك، عن زباينك، عن عملائك، عن كل الناس اللي عرفتهم، عن جيرانك، اعفو عن كل الناس، ماليش دعوه هم عملوا ايه او ظلموني ازاي، انا بعفو، انا قررت ان انا امسح الداتا المتسجله دي، الداتا المتسجله اللي فيها فلان ظلمني وفلان واخد حقي وفلان عملت كذا وفلان شتمته وهو شتمني وهو اتخانقت معاه وانا ضربته وهو ضربني، كل الداتا دي كده الذاكره دي امسحها كده. يا راجل انت بتمسك جوالك موبايلك تعمله فورمات، تمسح كل الداتا اللي عليه وتجدده، وشوف الموبايل بيرجع زمان زي ما يكون اكنه جديد، سريع، نظيف، كويس،
اوكي، مش تقيل بقى ومش بيسخن وتحسه خفيف وتحب تتعامل معاه. انت نفس الامر، انت عندك داتا متسجل عليها كم واحد اتخانقت معاه، وكم واحد صاحبته، وكم واحد ظلمته، وكم واحد ظلمك، وكم واحد مخصمه، وكم واحد مش عارف ايه، وكم واحد دقيت عليه، وكم واحد اعفو عن كل ده. يعني اكنك بتمسح الداتا الخاصه بكل الناس دي. طيب اول ما تعمل ده وقدرت على قد ما تقدر انك تكسر النفس، انك انت تتحكم فيها، انك انت تقودها بالاتصال، انك انت تتصل على الناس اللي انت بقالك كتير ما كلمتهمش، كل سنه وانت طيبين، تختار اي مناسبه تلاكك كل سنه وانت طيبين، ولا تعاتب. اصل انت مش بتغفر عشان خاطر يبقى انت غفرت الشيء بس انت لسه فاكره، لا انت عفوت يعني محيت. يعني حتى ما تكلمهم خليهم هم يستغربوا، ايه ده ما كلمنيش في الخصومه، ده ما كلمنيش في المشكله، ايه ده ما قاليش انت زعلان ليه، او يعني ده ما اتكلمش في حاجه، ده هو اتكلم لكن الموضوع منسي، اتناسى الموضوع عشان ربنا يقابلك بنفس فعلك ويعفو عنك. ارحم الناس ترحم، واعف عن الناس يعفو عنك الله. جدد حياتك بالعفو هتتغير. طيب اول ما تعمل كده، انا عملت شيء كبير يا رب، كبير على نفسي، وقطتها وكسرتها عشان ارضيك، عشان اجدد نفسي اللي انا مسؤول عنها، واجدد طاقتي وطاقه جسدي اللي انا مسؤول عنه يا رب بحق الشيء اللي هو كان كبير عليا، او ان انا اكسرها وانفذه، حقق لي كذا وكذا 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 وكذا. اقول لك بشرى مجابه، كل اللي هتطلبه مجاب، نفذ ونشوف. وعلى نفس الحلقه دي ادخل اكتب قول ما حصلش او حصل، او ايه شعورك لما نفذت ده، كان شعور ايجابي وارتحت وحسيت بتغيير ويوم بعد يوم حياتك بتتجدد، ولا كان الوضع زيه زي قبل. نفذ كده وادخل اكتب، ادعي باللي انت عايزه بعد ما تنفذ هيتحقق. واقول لك على سر لازم تكون عارفه ولازم دايما تحطه قدام عينيك، اللي هتقدمه هتاخده. ان كنت عايز ناس تشتكي من ضيق في الرزق، صدقني حاول تساعد غيرك في الرزق، حاول تعطي هتاخد، وهتاخد اضعاف اضعاف اللي اعطيته. حاول كده ان انت لو كل اللي معاك لو 100 جنيه وخرجت منهم 50 لخمس اشخاص، كل واحد 10 جنيه مثلا، شوف هتترد لك ازاي. اعطي هتاخد، سامح الناس ربنا يسامحك، اعفو عن الناس ربنا يعفو عنك، اغفر للناس ربنا يغفر لك، ارحم الناس ربنا يرحمك. الحياه بسيطه، احنا اللي مليناها وعقدناها وغيرناها وسودناها وبهدلناها، فاحنا دلوقتي في ايام يعني عندنا فرصة يا جماعة ان احنا نجدد الطاقة ونجدد حياتنا ونرسم حياة جديدة. لو انت نفذت النهاردة وعندك زوجة وابناء وعفوت عن الكل، وعفيت حتى عن ابنائك اللي زعلوك في حاجة، وعفيت عفوت عن زوجتك، عفوت عن ده عن ده عن ده، زي ما قلت لك زي ما هتكلم الناس، تعالى كده اول ما تصحى من النوم انت خلاص جددت حياتك. خد قرار انك اول ما تصحى لازم تبتسم في وجه زوجتك، برغم ان انت ممكن ما تكونش حبيبها، او ممكن تكون متخانق معاها، او ممكن يكون في بينكم مشاكل. انت نفس الامر اول ما تصحي تسمي في وش زوجك، خليه يستغرب يقول هي اتجننت ولا هي تقول هو اتجنن، ولا خليه يستغرب. لازم لمسه، لازم تكه مفتاح زي ما بنقول، وهي دي تكه المفتاح. قوم كده غير معاملتك مع ابنائك، قوم كده عرفهم انك انت فعلا بتحبهم. كتير ناس ممكن تكون عاشقه ابنائها، وكل ما فيش حد بيكره ابنائه، لكن ما فيش حد، لكن في ناس كتير جدا لو سالته اخر مره قلت لابنك ولا بنتك انك انت بتحبها انت وصارحتها، هيقول ما انت ما هي عارفه. طيب ما عيالك عارفين، ولادك عارفين، لكن صدقني الكلمه بتفرق. فجدد حياتك وقوم نفذ التمرين، كنت بالليل كنت بالنهار، افهم الطريقه قلت لك ازاي، وتعالى بالليل لا تسمع الفيديو تاني، لا تنفذ على طول، انك انت تنفذ وصدقني ترتاح جدا 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 جدا. خلي احنا دلوقتي في ايام مباركه في العشر الاواخر من رمضان، وهيكون داخل علينا العيد ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. خلي العيد يدخل عليك وانت فعلا سعيد، خلي العيد يدخل عليك وانت فعلا محبوب، خلي العيد يدخل عليك والناس اللي انت عملت فيهم كده وعفوت عنهم وصالحتهم، يكون يوم العيد انت اول واحد في بالهم، وانت اول واحد ان هم يتصلوا عليك ويقول لك كل سنه وانت طيب يا راجل يا جدع، كل سنه وانت طيبه يا ست يا محترمه يا جدعه. خلي الناس تدعي لك، خلي الناس تحبك، بدعاء الناس ومحبتهم هيكون تجديد حياتك اسرع. كل عام وانتم بخير، انتظروا فيديو جديد ان شاء الله. ادعو الله ان يعفو عني وعن كل من سمع الحلقه دي، وعن كل من نشرها، يكون يا رب جزاها لينا جميعا ولاهالينا
ولذرياتنا باذن واحد احد. انصحكم بفيديو حلقه لازم تسمعوها وتكون هي اكتر حلقه بتتسمع في العشر اواخر من رمضان، وتنفذوها قبل النوم مباشره، حتى الناس اللي هتنفذ الجلسه اللي بتجدد حياتك اللي هي العفو قبل ما ينام في اليوم اللي عفى فيه ده يسمع حلقه موجوده على اليوتيوب بعنوان طريقه استرخاء واستغفار للرزق والسعاده او السعاده والرزق وحل المشكلات، خطير جدا. هتلاقوا على قناه النظام الطاقي، الحلقه دي خطيره جدا جدا جدا، اسمعوها هتفرق في حياتكم وهتغير ليكم حياتكم باذن الله، اسمعوها ونفذوها على طول. طبعا بالنسبه للناس اللي حابه تتواصل عشان يوصل لهم كل جديد على اليوتيوب، الرقم الاخر 5 اللي موجود فوق ده بيوصل عليه، طبعا ابعت كلمه اشتراك على الواتساب هيوصل عليه المقالات، اي مقالات بننشرها، اي فيديوهات جديده بننشرها بتوصل عليها. الناس اللي حابه تسال على كورسات او اي شيء برضه تقدر تتواصل مع الرقم ده، سواء الكورس الخاص بتجديد الحياه اللي هو اسمه نيور ستارت اللي هو بيعمل اعاده تشغيل لحياتك، ريستارت زي ما بيقولوا، او كورس كشف السر، او كورس التخاطر، او كورس جذب الشركه الحيه وتامل الروح في 21 يوم، اي كورس من بتقدمه المؤسسه، جلسه التحرر والتحكم، رمضان طلقت خلاص بقى كل عام وانتم بخير، رمضان طلقت هتوقف بيها وخلاص عشان رمضان بينتهي، اي كورس من كورسات المؤسسه او اي جلسه من جلسات المؤسسه تقدر تتواصلوا مع الرقم اللي هو 002-010-211-22-085 اللي عليه الماوس ده. كل عام وانتم بخير، نلتقي في الحلقه القادمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم سواح شهير بابودي، ألقاكم على خير.